ماريا، ليش بتحبيني؟ الحب ما له أسباب عقلانية. بلا له، هيدا حكي قصص رومانسية خيالية. أعطيني سببين ليش بتحبيني. خدي وقتك، فكري فيها. بشتاق لك بس ما تكون معي. فكر فيه. بتضحكني. طيب خليني ساعدك. بتحبي بس ننام سوا؟ كتير. طيب بس تفكري فيي، شو بتحسي؟ بحس حالي عم طير. بس مش بس هيك، في كتير اشياء كمان. بتشاركيني حبي للحيوانات وصيد السمك والطبيعة والأرض، حلمي انه ازرع عنب واعمل بيت. وبتشاركيني كمان كرهي للسياسة وحياة الليل والموسيقى العالية والضجة وكثرة الأصحاب والواجبات والوجهات والتشاوف والحكي عن آخر موديل سيارة ورأي أمي وبي والعائلة والناس كلها بحياتي وكيف لازم أعيشها. إنه يمكن ما بشاركك كل هالأشياء، بس بعرف إنه بقبلك مثل منك لأنه بحبك.